الحملة كانت بدايتها أغسطس 2015، أسسها مجموعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وبالأخص عن ضحايا الإهمال الطبي في السجون. من 2015 لحد دلوقتي الحملة كانت شغالة على ثلاث آليات. الآلية الأولى هي رصد وتوثيق الحالات الموجودة، حالات الإهمال الطبي الموجودة داخل السجون من قبل الحملة ومجموعات حقوقية متخصصة في الرصد الحالات دي. الحالات دي جزء منها كبير جدا بيعاني من امراض خطيره قد تؤدي للاسف في اي وقت لحالات وفيات. مهما تعبت يوم تقريبا 4 أو 5 7 8 وبعدين طلبنا ان هي تروح المستشفى، ففعلا بنتي رجعت دم. فمن هنا ابتدوا ودوها هم من نفسهم في القسم ودوها مستشفى احمد مهدي، فطلبوا منها منظار بعديها بيومين، كان يوم 7/8. يوم 7/8 واحنا بناخد معها عشان ترجع قسم تاني اغمى عليها، ورجعت كميه دم رهيبه. ده كان ادعم الدكاتره يقعدوها في المستشفى. بعديها جت الاوامر من فوق انها لازم تخرج بالرغم ان البنت ابتدت حالتها تتدهور في المستشفى. في اكتوبر 2015 هي حملت يتعالجوهم يحتجوا عنهم، ده نفس التوقيت اللي تم اعتقال هشام جعفر. هشام جعفر لما اعتقل كان مريض، وكان امن الدوله عارفين ان هو مريض، واللي كان الحاجه الغريبه اللي ما كناش فاهمينها هم ليه استولوا على كل ما يتعلق بحالته الصحيه واخذوه وانقلوه. كان اللي يبصنا في الكلام ده كله حاله عينيه، لان هشام مصاب بضمور في العصب البصري، العين اليمين كان ضمور كامل و10 او 90% ضمور في عصب العين اليسرى، يعني تقريبا نقدر نقول ان هو شد كفيف. استولوا وهما كانوا عارفين كده كويس، عارفين ان في عقاقير طبيه ما ينفعش تتمنع عنه عشان الجزء الباقي من نظره، عارفين حالته الصحيه الثانيه، عارفين كل حاجه، وهما اللي طلبوا بنفسهم ان احنا نحط العلاج ونحط الادويه في الشنطه، على اساس الموضوع يومين ثلاثه ومش هيستمر اكتر من كده. نفوجئ بعد كده ان هما تم وضعه في مكان احتجاز زي عزل، في مكان زي قبر، منع عنه الضوء، الشمس، الهواء، منع عنه التغذيه، منع عنه علاجه اللي هو المفروض ياخده، اللي احنا متاكدين ان هو ما ينفعش يتقطع عنه. محمد الحقيقه محمد عنده عامل عمليه استئصال كلى، وعنده كليه واحده ومش بتعمل بكفاءه كامله، والمفروض انه عنده جلسات علاجيه تابعه لمستشفى الجامعه في المنصوره. قدمنا كل الاوراق اللي بتدل على انه يعني يجب انه يخرج يعني، علشان قدمناها لمحامي عام نيابه برج اسكندريه ورئيس نيابه برج اسكندريه، وفي كل تجديد بنقدم الاوراق بتاعه محمد ومفيش اي اهتمام. المفترض ان يكون في هيئه او جهه مستقله ويكون من ضمن تشكيلها اطباء تفتش على السجون بشكل دوري ومفاجئ لاكتشاف الحالات المرضيه، وبالتالي اخراج الناس المرضى واللي محتاجين علاج ان هم يتعالجوا. الحاجه الثانيه ان في السجون العموميه القانون بيقول ان يكون في طبيب او اكثر. السجن العمومي بيكون فيه 1000 2000 سجين، لما يكون فيه طبيب واحد هو بالتاكيد مش هيقدر يتابع كل الحالات المرضيه الموجوده في السجن. بالاضافه الى ان طبيب السجن ده بيكون ضابط شرطه. فعنده حاجة اسمها ازدواج الولاء، هل هو ولاء لآداب وأخلاقيات مهنة الطب ولا ولاءه لوظيفته الشرطية كونه ضابط شرطة؟ القانون على عيني وعلى راسي، والمحاكم والمحامين على عيني وعلى راسي، لكن مفيش حاجة بتمشي من غير ما الناس بتضغط، كويس؟ بتضغط مرة واثنين وما ينفعش، واثنين وثلاثة وما ينفعش، مسألة محتاجة طول نفس، والواحد يعني عارف قد ايه الاهالي، سواء اهالي المختفين القصريا، سواء اهالي اللي بيعانوا من الاهمال الطبي، مش ناقصين حد يقول لهم ايه اللي يتعمل، بس ما فيش حد بيسمع كلمه غير لما يبقى فيه ضغط